снимут некоторые дискриминационные, по сути дела, условия функционирования этих активов по сравнению с другими видами финансовых активов. Что касается криптовалюты, то мы здесь поддерживаем взвешенную позицию Минфина. Это حالات التمييز في القطاع المالي. وفيما يخص العملات الرقمية نحن نريد أن نقترح عدم التسويف في اتخاذ قرارات تقنينية وقانونية في هذا الصدد. عموما نحن نعزز العمليات الاستثمارية ونتحدث هنا عن إتاحة المجال للشركات لتنجز استثماراتها بشكل عام بما فيها تلك المشاريع خارج إطار الشركات، وأن يكون هناك تشكيل لشركات كبرى، وذلك وفقا للقانون الروسي وإزالة العقبات والحواجز وكذلك تعزيز النظام الضريبي حتى يتم السماح بالاستثمارات لكل الشركات. ونتمنى أن يجري حوار بين وزارة المالية والحكومة وأن تستحضر هذه النقاط، فهناك مشاريع عديدة تعمل على تقييم الاستثمارات في كبرى الشركات. منطلقنا هو الآتي: روسيا لن تنغلق على نفسها وستظل جزءا من الاقتصاد العالمي. نحن لن ننسحب من الاتفاقات الدولية ولن نتخلى عنها، خصوصا اتفاقيات التعاون وتحديدا مسألة البيئة والمناخ. ومن الجدير بالذكر أن شركاءنا في الخارج عليهم أن يعرفوا أن مسألة العمل لمواجهة التغير المناخي وخدمة البيئة، هذا الأمر سنظل منخرطين فيه من أجل شعبنا ومن أجل البشرية. يمكن أيضا أن نتعاون في قطاعات ومجالات أخرى مثل النظام الضريبي، وكذلك يمكن أن نتعاون في فرض الضرائب، وروسيا ستظل جزءا من الاقتصاد العالمي. روسيا الاتحادية أيضا ستعمل على اتخاذ اللازم إذا اتخذت قرارات ضدها، وأنا أرى أنه يمكن أن نعمل معا بشكل فاعل، ليس حسب الأجندة الحالية وإنما حسب التغيرات المستقبلية. شكرا جزيلا. أود أن أقول إن كل ما يجري هو ضرورة ولا مفر منها. نحن نقول إن المخاطر الأمنية كانت قد تبلورت مسبقا ولا يمكن أن نحل المشكلة بطرق أخرى، ما كان لنا حل آخر. وأنا أقول إننا لم نكن لنتحرك أي شبر إلى الأمام إذا كان هناك بدائل، لكن لم تكن هناك بدائل. كانت هذه الحلول ضرورية لأن وجودنا كان على المحك، ودولة وجود دولتنا كان على المحك. علينا أن ندرك طبيعة العالم الذي نعيش فيه، ونحن حذرنا نفسنا. أشوم сказал президент Российского союза предпринимателей, промышленников и предпринимателей. Шохин Александр Николаевич, Россия остается частью мировой экономики. И в этой связи... تابعنا مع حضراتكم جانبا من اجتماع بوتين مع رجال أعمال روس، حيث استعرض كيفية مواجهة العقوبات الغربية.